أهلاً بطلاب الصف الثالث الأساسي، سنقوم اليوم بدراسة أنشودة نداء الفراشة. الآن سأقوم بتوضيح للأنشودة. خلق الله تعالى البيئة جميلة نظيفة خالية من التلوث إلى أن تدخل الإنسان بفعل حضارته ومدنيته، فأحدث تغيراً في البيئة بفعل الآلة الحديثة، فتغير كل شيء جميل في الكون. تغير الماء العذب، وتغير الهواء النقي، وفسدت البيئة. هيا بنا نتكاتف لنحافظ على جمال البيئة ونحافظ على النظافة، فهي عنوان الحضارة. الآن هيا نقرأ. كنت دوما أتجول في هناء مثل بلبل، كنت ألهو في رخاء حول ورد أو قرنفل، كنت أمتص رحيقا صافيا عذبا معسل. لم أكن أشعر يوما بدوار قرب جدول، غير أن الآن كل شيء قد تغير. فبدا الماء النقي شاحب اللون معكر، وكذا الزهر الشذي لونه السحري أدبر، ورحيق الآس أمسى طعمه لي مثل حنظل. أنقذوني يا صغار، ابعدوا عني القذارة، وانشروا البستان عطرا، وارفعوا تاج النضارة، واسلكوا درب النظافة، فهي عنوان الحضارة. حققوا روحة التآخي كي يكون العيش أفضل. الآن هيا بنا يا طلابي الأعزاء أتعرف على معاني الكلمات. كنت دوما أتجول، كنت دائما أمشي في سعادة مثل البلبل. كنت ألهو في رخاء، كنت ألهو وألعب في رخاء حول ورد أو قرنفل، بمعنى كلمة دوما دائما. أتجول أمشي في هناء، معنى كلمة هناء أي في سعادة سعادة. كنت ألهو، معنى كلمة ألهو أي ألعب. كنت أمتص رحيقا صافيا عذبا معسل، معنى كلمة عذبا أي حلوا. لم أكن أشعر يوما بدوار قرب جدول، معنى كلمة جدول أي هو نبع الماء العذب، نبع الماء العذب. غير أن الآن آهن، كل شيء قد تغير. تقول الفراشة وهي في حسرة وفي تألم من الوضع الذي أصبحت عليه البيئة الآن، كل شيء قد تغير. فبدا الماء النقي الماء العذب أصبح شاحب اللون، شاحب اللون معكر، أي أصبح الماء العذب النقي أي العذب أصبح معكر. وكذا يعني أيضا كذلك الزهر الشذي، الشذي أي طيب الرائحة، الزهر طيب الرائحة. لونه السحري أدبر، اللون تبع الزهر هذا أدبر أي ذهب. ورحيق الآس أمسى، معنى كلمة الآسي هو نبات أي زهرة بيضاء اللون. رحيق الآس أمسى طعمه لي مثل حنظل، حنظل أي هو نبات شديد المرارة، فتغير كل شيء في البيئة. انقذوني يا صغار، تنادي الفراشة على الصغار بأن ينقذوها ويبعدوا عنها القذارة، معنى القذارة أي يعني تعني الأوساخ. وانشروا البستان عطرا، وارفعوا تاج النضارة، معنى كلمة النضارة أي الحسن والجمال. واسلكوا درب النظافة، درب أي طريق، اسلكوا تنادي الفراشة الصغار بأنهم يسلكوا
ضرب أي طريق النظافة، فالنظافة هي عنوان الحضارة. حققوا روح التآخي، التآخي أي الأخوة، كي يكون العيش أفضل. بهنا نكون انتهينا من دراسة أنشودة نداء الفراشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.